الحمد لله على السلامة يا سعد بيه. ازيك؟ الحمد لله على السلامة يا يوسف افندي. لسه برضه بتحبي الورد والفراشات؟ انا افتكرتك نسيتيها. لسه انت فاكر الورد والفراشات؟ سعد، انا في موضوع كده كنت عايزه اتكلم معاك فيه بس مش قدام طنط، ممكن تفهمني؟ انت لسه عايزه تتكلمي على موضوع بنت عبدون؟ ما دام قلت كده يبقى انت حاسس انك عامل عامله. يا شكرت يا شكرت، ده انت ملاك رحمه. ازاي تبقي قاسيه كده على بنت مسكينه زي دي؟ ظروفها ومش بايديها ان هي تكون بنت عبدون، وما ورثتش من اخلاقه حاجه. ولسانها اخلاقها ولسانها. انا معاكي بس اخلاقها لا خالص. انت لسه بتدافع عنها؟ وانت كمان لازم تدافعي عنها. وإذا كنت أنا وإنتي رافضين وجود واحد زي عبدون في الحارة، يبقى لازم موقفها من البنت دي يختلف. شكرت، ده إنتي إنسانة رقيقة، مشاعرك راقية. راقية؟ راقية. هو صحيح لسانك يعني بيطول كده شوية وبيقلب بجنان تركي، بيبقى عايز، بس مخبي جوه قلب حلو وحنين وجميل. اضحك عليا اضحك عليا بكلمتين زي كل مره. بضحك عليكي ليه يعني؟ ايه، مديون لك برشيد انا ولا ايه؟ ها، لا مديون لي بحاجه اكبر، انا وطنط. ده انا الظاهر عندي مشكله بقى وانا مش واخد بالي. عارف مديون لنا بايه؟ خوفنا عليك. و افتكري بعد اللي شفتيه في الايام الاخرانيه دي، لسه حاسه برضو اني عيل صغير يتخاف عليه؟ طب السؤال كمان وخلاص. هو انت ليك دخل الموضوع قعد عبدون؟ صدقيني يا شكرت، انا ده اسوأ خبر سمعته، ولحد دلوقتي معرفش ليه خالي عمل كده. صدقيني طيب، يلا لملنا بقى شوية ورد كده حلوين ناخدهم معانا. ما بلاش ورد دي. صح صح، اذا هاتلنا شويه بعضا من الزهور عشان يا زهره قصر خليل باشا، فاهمي؟ عشان اضحك كويس كده. الزهور ده انا نسيت اسمه ايه. جو. يا يوسف تعالى انا عايزك. نسيتين الراجل، نسيتين الراجل ونسيتين الشغل. ده كله اهدى كله، دي بدله التشريفه. هتروح تقدم الشكر في سرايا عبدين؟ كنت مريح دماغي. بس واجب تشكر سعد قبل ما تشكر السراي؟ شاب باشا، والد المرحوم عزيز كان فاتح السكه قدامي من بدري وانا كنت رافض. لا يا عثمان، بس سعد عمل اللي ما قدرش يعمله حماية. رجب شوف سعد بيه وصل. وصل تحت يا باشا، ومعاه يوسف. بعد إذن سعدك. يوسف؟ إيه حكاية يوسف ده؟ هيفضل لازق لسعد كده على طول يا عثمان؟ هو خدمه في سنين غربته زي ما أبوه بيخدمنا هنا. خلاص، تنسوش تعدوا على جده شهاب. جده؟ أيوة جده، ده ما زاروش من يوم ما رجع من السفر. جولنار، سعد عارف إن شهاب باشا مش جده. طب ما هو عارف ان انا امه وانت خاله. سعد خلاص نسي خالص ان احنا جبناه من وهو صغير. تفتكري؟ طبعا انا متأكدة.
هاو ماجنافيس انت يا عم. قصدي يقول شيء عظيم يا باشا، وفعلا شيء عظيم. انت فاكرني حمار يا ابن يعقوب؟ ما انا فاهم. امان ربي. وكمان بالتركي؟ كده اعجاب تركي مصري انجليزي، اعجاب دولي يعني يا باشا. ده مش جديد علينا يا سعد. اهو جدكم خليل باشا بلبس التشريف. مش شايفينه ولا ايه؟ احنا شايفين حضرتك دلوقتي. خد ورد. تشكرات ادارم. يلا يا سعد، يلا نوصل سرايا عبدي. اجي معاكم يا باشا. بمناسبه ايه؟ روح حصل ابوك وشوف عمل ايه في المكان اللي هتجهزوه لنقطه البوليس، وحضر لهم كونتراتو الايجار. يلا يا سعد. سبحان مغير الاحوال، ما كنتيش بتيجي تسمعي سيره سعد. ايه اللي حصل؟ اتكلمنا. كلمته في ايه بقى؟ في اللي عمله. طلع بريء. ليه؟ هو سعد كان مذنب؟ انا كنت شايفاه مذنب وكنت هبتدي اكرهه كده. ودلوقتي راضيه عنه؟ بس ما هو حضرتك عارفه ان احنا الاثنين فرحانين بيه وبنعزه وكده. عندك حق يا حبيبتي، انا كنت خايفه عليه قوي لما يرجع من الغربه، بس دلوقتي انا مطمنه يا شكرا. بس قلقانه شويه صغيرين، خايفه لحسن خالك وعثمان يشغله عن انه يزور التكيه. وخالي هيعمل كده ليه؟ هو خالي بيكره التكيه؟ شكرا، بكلمك عن سعد مش عشان خالك. طب تدي كام للي يخلي سعد يجي معانا التكيه؟ هات يا ابن هات، بشويش على المكتب بشويش. ايوه، وانت راح فين؟ يلا. ما رحتش معاهم صرايا عابدين ليه يا ابن يعقوب؟ تعبان الكبير يا عم يعقوب فتح لي بقه. عثمان؟ عثمان. كمل كمل. ماله عثمان؟ بيكرهني كره الراجل ده. وعمره يا ابني ما حبني، بس عمره ما يقدر يستغنى عني، وهو ده المهم. ما هو زي ما استغنى عن الفتوات ممكن يستغنى عنك يا عم يعقوب. ده مش لازم يحصل ابدا. والمسألة في ايدك مع سعد. اللي احنا عايزينه هنا يا ابن يعقوب. بس هنا. سعد انا مش اسمع الكلام بس. ماله سعد تاني؟ معاملته معايا بدأت تتغير بعد كل اللي عملته عشانه. في حاجة انا مش فاهمها. مش مهم، ما تشغلش بالك بالحاجات دي. المهم انه يفضل في ايدك، ما يفلتش ابدا. اصبر. يلا يا ابني ما تخلصونا، هو احنا ما رايش الا انتوا؟ يلا يا اخويا.